هكا هكا النفحات الإيمانية فينا ليلة اللي ممكن ننتظروها الناس الكل على امتداد شهر رمضان، ليلة اللي هي من أفضل الليالي أنزل فيها ربي سبحانه القرآن وقال إنها خير من ألف شهر وقال إنها مباركة. شنية فضائل الليلة هذه؟ شنية العلامات متاحة؟ نكتشفوها معاك شيخ علي، مرحبا بك من جديد. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ليلة القدر مش من أفضل الليالي، هي أفضل الليالي على الإطلاق، لأنه رب سبحانه وتعالى فضلها على سائر ليالي السنة، كما فضل رب سبحانه وتعالى يوم عرفة أو يوم النحر على خلاف على أيام السنة، وفضل شهر رمضان على سائر شهور السنة. ليلة القدر هي ليلة عظيمة مباركة. كان ذكر في استقبال رمضان قلنا أنه شهر رمضان هو حدث كوني عظيم، هو بمثابة بوابة من النور يفتحها الله عز وجل من العالم العلوي على عالمنا هذا، ويهتدي إلى هذا النور من كان غارقا في بحر الغفلة وفي بحر العصيان، يجبد ذاك البصيص. ثم هذا التفاعل الكوني يبلغ أوجه في ليلة القدر، وهذا النور يبلغ أوجه في ليلة القدر، لأنه قلنا نور رمضان معناتها أبرز أوجه الشرف والسناء والأفضلية والنورانية في رمضان أنه أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر. علاش معناتها القدر؟ قدر هنا بمعنى الشرف والمكانة، وما قدر الله حق قدره، لأنه هي ليلة ذات شرف عظيم، تنزل فيها كتاب ذو شرف عظيم، وتتنزل فيها ملائكة ذو شرف عظيم، والعمل فيها يكون ذا شرف وذا قدر عظيم. يعني العمل الصالح فيها رب سبحانه وتعالى يضاعفه لصاحبه كأنه عمله طيلة ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة. ويقول رب سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن هنا الضمير هذا، يا رب سبحانه وتعالى أشار إلى القرآن بالضمير، هذا يتسمى إشارة إلى المعهود الذهني، حتى نعرف أنه القرآن حاضر في قلوب جميع المسلمين وفي وجدان جميع المسلمين، إلى درجة أنه لما يشار إليه بالضمير الناس الكل تفهم اللي المقصود هو القرآن. و قيل كذلك أنها سميت بليلة القدر، قيل من القدر بفتح، تسمى ليلة القدر وليلة القدر. ليلة القدر كما قلنا لأنها ليلة ذات شرف عظيم، الشرف والمكان القدر، والقدر لأنه تتنزل فيها الملائكة بإذن ربهم من كل أمر، تنزل الملائكة والروح، والروح هو سيدنا جبريل هنا، بإذن ربهم يعني بسبب إذن ربهم من كل أمر، يعني الملائكة يتنزلون في هذه الليلة بكل أمر قضاه الله وقدره أنه يكون في تلك السنة. يعني في ليلة القدر من كل سنة رب سبحانه وتعالى يطلع الملائكة متاعه على ما قدره أنه يكون في تلك السنة من ولادة ومن موت، أنه يموت فلان ويولد فلان، وينزل من المطر كذا في بلد كذا، وينبت من النبات كذا في بلد كذا، ويحج فلان، ومن عمل ومن رزق، و كل هذايا رب سبحانه وتعالى يطلع عليه الملائكة في ليلة القدر فينزلون به إلى هذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وفي فضائل الأوقات، قال إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة، يعني في جماعة كبيرة من الملائكة، في كبكبة من الملائكة يسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله. و في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الملائكة في ليلة القدر في الأرض يكونون أكثر من عدد الحصى. هذا تفاعل كوني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فتح لنا نافذة من الغيب على ما تفاعل الأكوان مع هذه الليلة العظيمة. وهذه الليلة جعلت لها علامات، منها ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في الأثر. العلامة التي ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشمس في صبيحتها تطلع باردة، يعني ما يكون ليس لها شعاع،
وهناك علامات أخرى كأن الإنسان اللي يدرك ليلة القدر يشوف نور عظيم، نور مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى خصيصا هذه الليلة، مش نور كهرباء، مش نور قمر، مش نور الشمس، بحيث لما يشوفه يعرف أنه أدرك ليلة القدر. وهذا نجمة شمعة قاعدين مثال في جامعة ولا حتى مرأة وراجل مع بعضهم، المرأة تراه والراجل ما يرى بجنبها ما يرى حتى شيء ولا بالعكس، فهمت؟ ونجم يشوفه في اليقظة، نجم يشوفه في المنام، نجم يشوف مثلا في المنام ولا حتى في اليقظة الأشجار ساجدة، ونجم مثلا يزوروه يسمع صوت الملائكة ولا هذا علامات ترى إما في اليقظة وإما في المنام، لكن في اليقظة يكون عندها بطبيعة الحال معنى أكثر. لكن حتى اللي ما شافش ليلة القدر قال العلماء أنه مثلا من صلى العشاء والفجر جماعة في كل ليلة من رمضان أدرك فضيلة ليلة القدر ولو لم يدركها. وكما قلنا أنه ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها العمل الصالح، يعني إذا كان إنسان تصدق ولا صلى وإلا تلا القرآن ولا دعا الله عز وجل في هذه الليلة تكتب له حسنات، تضاعف له هذه الحسنات كأنه فعل هذا العمل الصالح طيلة ألف شهر. وهنا معناتها الإنسان راهو المسلم يسموش يحسب مع ربي، مش معناته يقول لو كان عملت عمل صالح يضاعف لي ألف شهر وبعد، ولا يقول من أدرك ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعد رمضان يقول أنا مدام ذنوبي تفسخت لي نرجع يشرب الخمر ولا يشرع كذا. الإنسان ما يحسبش هكا مع ربي سبحانه وتعالى، لأنه الواحد يعمل حسنات ولا يعرف أي الحسنات اللي عملها هي الموجبة، يعني هي اللي مش تدخله للجنة. واحد يعمل سيئات ما يعرفش نية سيئة اللي مش تدخله للنار، فهمت؟ نجم إنسان يعمل حسنات ويكون له ثواب عظيم، لكن يكون ظلم شخص وسبب له أذى كبير بحيث يوم القيامة يجي يأخذ الحسنات متاعه الكل، فهمت؟ فهذه معناتها ليلة القدر. و كما قلنا حتى الإنسان الذي لم يدركها، لذلك ربي سبحانه وتعالى أخفاها لهذه الحكمة حتى يجتهد الناس في طلبها طيلة ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر منه، يعني هي أغلب ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، يمكن تكون في غيرها. يعني إذا خذينا أحنا بالقول على أنه القرآن أنزل في ليلة 17 من رمضان، معناتها ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 17 من رمضان، ولو أنه هو خلاف الأنزل ليلة 17 ولا ليلة 24 ولا ليلة 25 من رمضان، لكن إنسان المؤمن يجتهد في طلبها. وكي نقولوا قام ليلة القدر مش شرط أن يقومها من أولها لآخرها، معناتها قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل. فالمهم الإنسان حتى كي يقرأ القرآن يتدبر، معناتها الإنسان مش الفايدة يقرأ أكثر ما يكون من القرآن، فايدة أنه يتدبر. معناتها نجم إنسان كما قلنا قبلنا احنا نجم يقول مثلا يقرأ قول الله عز وجل في كل رمضان ويسمع حوراء الإمام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وبعد يرجع للربا ولا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ويبدأ ميل في راسه ويسمع فيها الآية هو تلقاه ما يحكيش مع أخوه ولا ما يحكيش مع أمه. فالإنسان وهذه مع صلة الرحم راه أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة القدر ربي سبحانه وتعالى يغفر لكل مؤمن إلا لمعتها المشاحن وقاطع الرحم، ثم راه الإنسان ثم ذنوب معتها لابد فيها من التحلل من التبعات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يدركون هذه الليلة وممن ينالون بركتها العظيمة. وحتى نختم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته السيدة عائشة قالت يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء فيه بركة عظيمة. العفو هو الطمس، معناتها شنو تحب الإنسان أن ربي سبحانه أكثر من أن ربي سبحانه وتعالى يطمس له ويمحو له الذنوب متاعه الكل. والله سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد بأسمائه، والله من أسمائه العفو.
شكرا لك شيخ علي. ولهنا ممكن التحري ليلة القدر ممكن يكون بالأعمال ممكن الصالحة اللي ممكن نقوم بها في الأيام هذه ونكثر منها. مثالش اللي يتصدق ينجم يكون الصدقة متاعه أضعف، اللي يصلي الأجر متاعه يكون أضعف. هذه الحكمة من إخفاها أن الناس ما يكونش عندهم موعد محدد يشتهدون فيه، أنه يشتهدون على طول العام، هذه الأعمال يشتهدون فيها على طول الشهر معناه.